عليكم متابعين ديالنا العزاز الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا المتتبعين. غير كيجي الخير كيجي في مره. مرحبا بكم اليوم في نهار جديد وفيديو جديد. جاتني كليه من واحد المدينه، ها الاولى وها الثانيه، هذه خلاص غير شفتوها راكم عرفتوا شنو فيها. المهم نبداو بهذيك. بسم الله توكلنا على الله سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وعلى اله واصحابه اجمعين. لالا ندى قالت هي اللي بغات لي تحنا لالا، قولي بسم الله. هنا غتبقى هذا النهار. قالت لالا ندى هي اللي بغات هذا النهار، قالت ما عمري تحكي هدية، خليني نفتح انايا. حنا براسنا بحالنا بحالكم، ما عارفينش شنو كاين هنا. حنا عاد غادي نقولوا بسم الله. عين. هانتي داكشي ساكسر بس. بسم الله توكلنا على الله، سيدنا محمد رسول الله، يفتح يا رزاق يا نهون في الرزاق. بسم الله توكلت على الله، سيدنا محمد رسول الله. يا المتابعين ديالنا العزاز، اول حاجه بسم الله، صابونيه مسكينه الله يحفظها يا ربي، ثلاثه الصابونيات والصابونه ديال الصاوص سنين، هادو جوج ديال المسواك ديال سنير ديال السنان، الدواء ديال السنان، المسواك جوج الله يعطيها رزيق، جوج قريعات ديال الشامبوان كادوم الله يعطيها رزيق هاد النهار ان شاء الله، باكيه د اتاي، جوج باكي ديال اتاي الله يعطيها الرزق ان شاء الله يا ربي. وهنايا قريعه ديال الكوفيتير ديال الفريز، وهنايا التمر الله يعطيها الرزق والخير ان شاء الله يا ربي. عين هذا كيدير ليه هانتوما المتابعين ديالي العزاز، هاد التمر اتاي هكادو كوفيتير مسواك صابون، هادي عمرة بكنور، هاد الميكا هادي عمرة كيما كتشوفو بكنور، مطيشة مطيشة ديال الحك ربعة، خمسة خمسة ديال الطيسان بمطيشة، خمسة طيسان بمطيشة، وهادي العسل، العسل ديال الزمزامي رائعة جدا هاد العسل الله يعطيك اختي رزيق. هادي سمر نسكافي، وهذا الطون ثلاثة ديال الطون، وهذا شامبون حتى هو فونتين، هذا ديال الشاصية، وهذا عاوتاني حتى هو ديال الشاصية كامل فونسيل فونسيل كوبونتين وكادون. شكرا لك اختي بزاف كما قلت، يعطيها الرزق والخير. هذه السميده ديال الكسكسو، وهذا الرز، الرز الصفر، وهذه الحلبه، الحلبه في الخنيشه ديالها كما كتشوفوها هي، وهذا السكر من طبيعه الحال ديال المرسول الله يعطيك رزيق اختي الله يعطيك رزيق يا الحبيبه ديالي. ام امين، ام امين كلها مفاجات. ام امين من نهار عرفتها وهي كتفاجئني نهار على اخر، واليوم صفطت لي عاوتاني هذا الشيء في ستيام الله يعطيها ربي رزيق، والله يعطيها ربي مناش تعطي. واش غادي نقول لك اختي، راه مهما قلت في حقك ما غنوفيش بحقك، والله العظيم الا مهما قلت في حقك ما غاديش نوفي بحقك. الله يجازيك بالخير والله يعطيك رزيق ان شاء الله يا ربي، ديما كتفاجئني دائما، الله يعطيك الخير والله يعطيك الرزق. غادي نبداو بهذا الخنشه هذيك حتى هي بسم الله، هذاك الموس هذه غادي نحيد لها غير هذا باش ما نضيعش، هذه الخنشه راه مازال مزيانه نقدر نحتاجها الا بغيت نحال ولا شي حاجه. ام امين مسكينه ديما مفاجات، كلها مفاجات. ما بغاتش تحل هاني، ما بغاتش تحل هاني، غادي ندير لها
تنسوش الفيديو المتابعين ديالي الغزالين. هاك ديال حطيهم تما صافي. هاد الخدات اللي كانوا خاصني للصالون الله يعطيها رزيق مسكينه. غادي نقدم هاد الزيت بلي من خدات صفقتهم لي سكينه عامرين نادي الله يا ربي الله. صفقت لي هذا سامبل كما كتشوفوا صفقت لي جوج هما اللي كانوا خاصيني صفقتهم سامبل حيت هذاك مول الفراش كان مبقالوش داك الكري اللي غدير له في الجلد. قلت لها صافي ماشي مشكل واخا سامبل غنديرهم هما اللي في القنت غيجيو هما اللي في القنت ماشي مشكل. الله يعطيك حبيبتي الرضيه يعطيك ان شاء الله الخير تحمل لي ميتي خاطر. هذا الصحن اللي اخذته هو تابعين ديالي العزاز. غنزلي لابا انا غنزلي هادو المخدات درت هادي المخده عليا للنعاس باش تبقى تنعسي. الله غزاله ما شاء الله. هادو المخدات الصغار ديال الصالون تنعمرهم ان شاء الله. ها هما جوج جاو هكا صغار. وهذا المخدات قالت لي هادو ديال الناموسيه هما المتابعين ديالي العزاز. هادو ديال التوساد مع المتابعين جوج مخدات في الموف غزيو لي الصراحة فني. هادي تاهي قالت لي فيها المخاد. هادي تاهما مخدات خاصهم يتعمرو. هادي باش نبقى نزوق الناموسية هكايا بالمخاد غيجيو زويونين. هانتوما خاصهم غير يتعمرو نيوني الصراحة. والله يعطيها الرزق والله يعطيها ربي مناش تعطي والله يعطيها الخير. لأن الإنسان دي كيكون دائما كنقول لكم الإنسان دي كيكون كيبغي الخير للناس راه ربي الحبيب كيأتيه بالخير. ومهما طال الزمان ومهما تزيرات الأحوال ومهما تزيرات الظروف كتجي واحد النهار اللي ربي الحبيب كيجيب الفرج وكيجيب العفو. وشكرا جزيلا لكاع المتابعين ديالي العزاز اللي كيبغيوني. شكرا جزيلا ليهم وشكرا جزيلا لام امين اللي كلها مفاجات ودائما مفاجاني. الله يعطيها الخير والله يعطيها الرزق. وهادشي بلاتي هادشي صيفطاتو لي في 6 ايام وجابوه لي حتى للدار. الله يعطيها الرزق والله يعطيها الخير والله يعطيها مناش تعطي. وشكرا جزيلا للمتابعين ديالي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن على المتابعه ديالكم. وهنا غنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه والى اللقاء يا المشاهدين ديالي العزاز.